صباحا لكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء الأسبوعي معكم على شاشة النيل للأخبار وبرنامج أفريقيا، نظرة على الشأن الأفريقي وكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجولة إخبارية أفريقية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والبداية كالمعتاد جولة إخبارية نرصد فيها أهم أحداث مختلف دول القارة السمراء على مدار أسبوع. نبدأ هذه الجولة الإخبارية مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي السيد محمود علي يوسف. خلال اللقاء سلم الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم العلاقات مع جيبوتي لمستوى الشراكة الاستراتيجية. تصريحات هامة لمساعد أو نائب وزير الخارجية لشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزة، أعرف فيها عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة. هذه التصريحات جاءت خلال اللقاء الذي دعا إليه نائب الوزير سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبية. أوضح نائب وزير الخارجية أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في ذات الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على مناقشات تمت بين البلدين في أكثر من مناسبة في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 من مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء وتشغيل سد النهضة. أكد السفير أهمية سير المفاوضات بحسن نية من جميع الأطراف بما فيها الطرح المصرية، وأن رفض ذلك يعني هو إصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري. وصل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الخميس إلى جنوب السودان في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه. أعرب حمدوك عقب وصوله عن تطلعه إلى علاقة استراتيجية ومميزة للغاية بين البلدين تشمل جميع القضايا ومن بينها التجارة والحدود والنفط بالإضافة إلى حرية حركة السكان بين الدولتين. جوبا عاصمة جنوب السودان هي أول وجهة خارج البلاد لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وتأتي بعد ساعات من توقيع الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا على اتفاق إعلان مبادئ للسلام. اختيار حمدوك جوبا كأول وجهة خارجية له بعد تشكيل الحكومة الانتقالية يأتي في سياق إيلائه ملف السلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور الأولوية القصوى في الفترة الأولى من عمل حكومته. حمدوك يعتبر أن إنهاء الصراع في الأقاليم الثلاث أول اختبار حقيقي له أمام الشارع السوداني والمجتمع الدولي. وقال حمدوك إنه لا يوجد أي سقف لدفع فاتورة واستحقاق السلام مع الحركات المسلحة، مؤكدا أن السلام هو الطريق لأي حل آخر في السودان. التوقيع على إعلان المبادئ يهدف إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري، أما الاتفاق ذاته فيقضي بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، وينص على الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين وتعهد بإرجاع الممتلكات المصادرة. كما أكد مجلس السيادة التزامه إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة إسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادتها، وتبدأ المحادثات بين الطرفين في 14 من أكتوبر وتستمر نحو شهرين، وتتناول المسائل المتعلقة بكيفية مراقبة أي وقف للقتال وتحديد آليات إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور والنيل الأزرق.
الحركات المسلحة التي شاركت في مباحثات جوبا في الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر الجاري ضمت كل من الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية. والجبهة الثورية هي تحالف يضم 3 حركات مسلحة في السودان، هي حركة تحرير السودان وتقاتل الحكومة في إقليم دارفور غربي السودان بقيادة ميني أركو ميناوي، كما تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان جنوب السودان والنيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وتضم أيضا حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتقاتل الحكومة في إقليم دارفور. ووضع مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية 10 أولويات خلال المرحلة الانتقالية، في مقدمتها إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام العادل والشامل والمستدام، كما أن مجلس السيادة جعل السلام مع الحركة المسلحة من أولوياته الرئيسة، نظرا لأن ذلك شرط أساسي لرفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أعرب رئيس مالي بوك أبو بكر كيتا ونيجيريا محمد أسوف عن توقعهما أن تكون قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس والمقرر تنظيمها في 14 من سبتمبر الجاري في عاصمة بوركينا فاسو وجادوغو تكون دافعا للتعبئة الدولية ضد الإرهاب في المنطقة، خاصة منطقة الساحل والصحراء بالطبع. الرئيسان قالا في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس نيجيريا لعاصمة مالي باماكو أنهما يتمنيان أن تؤدي القمة الاستثنائية للأكواس إلى اتخاذ تدابير جديدة تفضي إلى دعم التعاون في مكافحة هذه الآفة أي الإرهاب، وأن تكون حافزا لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المعركة. معي عبر الهاتف سيادة اللواء الدكتور علاء عز الدين مدير المركز الاستراتيجي للقوات المسلحة سابقا. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور لحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بك. يعني هذا يعني التفاؤل في انتظار موقف جدي في القمة الاستثنائية للإكواس من قبل رئيسي مالي ونيجيريا، كيف ترى؟ هذا الطلب من القمة يأتي في إطار الإحساس بخطر الإرهاب وأنه أصبح يطال كل الدول ولا يوجد استثناء لأي دولة. الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الساحل والصحراء تتوافر لها بيئة جغرافية مناسبة لتنامي هذه الجماعات ما لم تجد المواجهة المطلوبة، المواجهة العسكرية المطلوبة كحد أدنى، بالإضافة للتنمية وأمور أخرى كثيرة. وبالتالي هذه القمة إذا استجابت لطلب الرئيسين بدعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة وسط إفريقيا، بالتأكيد سيكون لها مردود على التنمية في إفريقيا، خاصة في ظل ازدياد الوعي لدى الدول الإفريقية بأهمية الاستفادة بثروات دول إفريقيا، وأيضا هذا الدعم لمواجهة الجماعات الإرهابية يقلل كثيرا من مخاطر التدخل الأجنبي بحجة القضاء على الإرهاب. نرى الآن بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تتدخل أو تدعي أنها يمكنها أن تتدخل للتعامل مع الجماعات الإرهابية والقضاء عليها. رأينا دول مثل فرنسا عندما تدخلت في بعض دول إفريقيا بحجة محاربة الإرهاب ودعم الحكومات الوطنية لمحاربة الإرهاب، وبالتالي التنمية الذاتية للقدرة على مواجهة الإرهاب مطلوبة الآن، خاصة في ظل أيضا رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي وما لديها من خبرات في التعامل مع الجماعات الإجرامية الإرهابية. نعم. كل هذا بالتأكيد سيكون له مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية في إفريقيا كلها. بالتأكيد، لكن يعني نوعية الدعم المطلوب تحديدا في رأيك سيادة اللواء هو دعم اقتصادي يعني للمعاونة في هذه المعركة ضد الإرهاب، أم دعم حقيقي لتجفيف تمويل منابع هذه أو منابع تمويل هذه الجماعات الإرهابية؟ محاربة الإرهاب تأخذ أكثر من محور عسكري، ويأتي في تحت هذا المحور أو تحت هذا البند دعم القدرات القتالية للجيوش الوطنية
تبادل الخبرات والتدريب، تبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب وتنقلات وتحركات هؤلاء المجرمين. أيضا هناك دعم اقتصادي لتوفير فرص عمل للقضاء على من يعني قد يجذبهم الإرهاب بحثا عن الأموال، وأيضا رفع المستوى الثقافي أو الوعي لدى هذه الشعوب التي تتعرض للجماعات، لمحاولات اكتساب بعضها للجماعات الإرهابية. كل هذه الأمور تأتي طبعا زي ما قلنا كده شق اقتصادي وتحتيه دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وبيئة مناسبة لمنع اكتساب الإرهاب، وأيضا شق آخر هو تجفيف منابع التمويل. نعم. السيطرة على منابع التمويل سواء بقى عصابات نقل أموال، حسابات وعبر البنوك بشكل غير شرعي، تهريب مخدرات، اتجار في بشر، اتجار في سلاح، كل هذه الأمور بتساعد على توفير التمويل لهذه الجماعات الإرهابية. أشكرك جزيلا سيادة اللواء الدكتور علاء عز الدين مدير المركز الاستراتيجي للقوات المسلحة الأسبق. تم نقل نعش الرئيس السابق روبرت موغابي من مقر إقامته في بلوروف إلى ملعب روفارو، حيث يلقي الزيمبابويون نظرة الوداع على الرئيس السابق. جرى نقل نعش إلى الملعب بواسطة مروحية برفقة أرملته غريس موغابي. طغى الجدل حول مكان وتوقيت دفن رئيس زيمبابوي السابق على الترتيبات اللازمة لكي يلقي الزيمبابويون نظرة الوداع على جثمان الزعيم المتوفي. تم نقل النعش الخاص بالرئيس الراحل روبرت موغابي من مقر إقامته إلى ملعب روفارو، وتسابق الزيمبابويون لإلقاء نظرة الوداع. نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى فعالية في مكتبة القاهرة الكبرى للتعرف على ثقافات الدول الأفريقية. تعد هذه الفعالية هي الثالثة من نوعها وتأتي غيرها من الاحتفاليات لتؤكد حرص مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام على مد جسور التعاون وتبادل الثقافات فيما بين مختلف الشعوب الأفريقية. التعرف على الثقافات المختلفة لأبناء القارة السمراء، نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى فعالية في مكتبة القاهرة الكبرى لتعريف المواطن المصري بعادات وتقاليد دولة رواندا. الحدث ده ثالث ملتقى لينا. احنا بنعمل برنامج شهري او ما يعتبرش شهري يعني كل شهرين بنتكلم فيه كل مرة عن دولة، بنقدم اهم الفنون الشعبية لهذه الدولة الافريقية، بنقدم اهم العادات والتقاليد، مشغولات يدوية، بيحضر سفير الدولة، بيحضر الجاليات الموجودة هنا في القاهرة لكل دولة، سواء احنا عملنا لإريتريا وعملنا لأثيوبيا والنهاردة هنعمل دولة رواندا. دي رسالة للعالم كله ان احنا جديرين ان احنا نبقى موقفين جنب بعض، ولما نيجي نعمل برنامج اسمه اعرف اهلك نعرف بكل دولة، نتعرف على مميزاتهم وعلى طريقة التعامل بتاعتهم، على ثقافتهم وعلى التبادل التجاري بتاعهم، على كل حاجة عنهم. ده دليل على انك بتقدر في نوع من الانخراط وفي مد جسور ما بيننا، التواصل ما بيننا وما بيننا. الحضور أثنى على هذه الفعالية التي تهدف إلى تعريف أبناء القارة الواحدة بثقافاتهم المختلفة. رأي ثقافة مختلفة، نتعلم منكم والشباب يتعلم منا. كل ما تتجول في بلد ويرى أشياء غريب معك. وتأتي هذه الاحتفالية وغيرها من الاحتفاليات التي تؤكد حرص مصر قلب القارة السمراء وفي ظل رئاستها للاتحاد الافريقي على التعاون وتبادل الثقافات فيما بيننا. عمر حمزة، النيل. ملفنا هذا الأسبوع في أفريقيا مشاهدين حول الوضع في جنوب السودان، حيث أكد رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك ماشار التزامهما باحترام المهلة التي حددت منتصف نوفمبر لتشكيل حكومة وحدة انتقالية في اللقاء الذي جمع بينهما في جوبا. ماشار وصل إلى جوبا يوم الاثنين، المعروف أنه يقيم في الخرطوم، وهذه أول زيارة للعاصمة منذ عام،
في محاولة للتوافق مع كير على كيفية المضي قدما في عملية السلام. وزير الإعلام صرح للصحفيين أن الجانبين توافقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد تحديدا في 12 من نوفمبر القادم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية هو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي وقع بين الطرفين في سبتمبر 2018 في أديس أبابا، وخلاله تم تعيين مشار في منصب نائب أول رئيس. كان مقرر أن تشكل هذه الحكومة في شهر مايو، لكن مشار الذي كان يخشى العودة إلى جوبا لدواعي أمنية حصل على مهلة إضافية لستة أشهر. مصير الاتفاق هذه المرة مع التزام الطرفين بالالتزام بموعد تشكيل الحكومة وفقا للاتفاق، هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من أفريقيا. معنا فيها الدكتور زكي البحيري، أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة المنصورة. أهلا بحضرتك دكتور زكي. أهلا يا فندم، الله يسلمك. معنا أيضا الأستاذ سانتو جلدوت، الإعلامي والمحلل السياسي من جنوب السودان. أهلا بحضرتك معنا. أهلا سعادة بالله. اسمحوا لنا أولا مع مشاهدينا نرصد خلال هذا التقرير أهم التطورات على الصعيد السياسي والميداني، تحديدا بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس سلفا كير ميرديت ورياك ماشار. في مسعى جديد لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الجانبين، التقى الزعيم السابق للمتمردين في جنوب السودان رياك ماشار الرئيس سيلفا كير لبحث الترتيبات الأمنية والتي تعد أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في عام 2018، وتقترب المهلة النهائية لتشكيل حكومة تقاسم السلطة والمحددة في نوفمبر المقبل. وكان ماشار النائب الأول للرئيس قد وصل إلى العاصمة جوبا على متن طائرة سودانية سبقتها طائرتان تحملان وفدا كبيرا ضم حوالي 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم حيث يعيش ماشار في المنفى. وعقب اللقاء الاستثنائي أبلغ سيلفا كير البرلمان أنه طلب من ماشار العودة إلى البلاد، غير أن الأخير أعرب عن مخاوفه على أمنه الشخصي إذا عاد لجوبا على حد قوله. وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في عام 2011 في حرب أهلية، وذلك في ديسمبر من عام 2013 إثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدنكا نائبه السابق وهو من قبائل النوير بتدبير انقلاب ضده، وأدى الصراع إلى مقتل نحو 380 ألف شخص بحسب إحصاء جديد، ودفع أكثر من 4 ملايين أي ما يعادل ثلث سكان جنوب السودان إلى النزوح. وأسفر اتفاق السلام في عام 2018 عن تراجع كبير في الأعمال القتالية من دون أن تتوقف نهائيا، كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول 12 من شهر مايو كحد أقصى، ولكن تم تبنيد المهلة 6 أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام تجميع المقاتلين ودمجهم في جيش موحد، وذلك تنفيذا للبند الرئيسي في اتفاق السلام بينهما. إذن حول مستقبل السلام في جنوب السودان يدور النقاش مع ضيفينا الكريمين الدكتور زكي البحيري أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة المنصورة، والأستاذ سانتو جلدوت الإعلامي والمحلل السياسي من جنوب السودان. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. دكتور زكي أبدأ معك، والسؤال يبدو متكررا يعني نسأله في كل مرة، مصير اتفاق السلام هل هناك ضمانة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 12 من نوفمبر؟ أعتقد أن ده هيتم لسبب مهم جدا، لأن في ضغوط في الاتجاه ده من جانب الإيجاد، يعني منظمة الإيجاد اللي هم تابعين، يعني جنوب السودان تابع ليها وكذلك السودان وأثيوبيا ومجموعة الدول اللي هي في القرن الأفريقي، يعني بتضغط على أنه لابد من التوصل إلى توافق فيما يتصل بالاتفاق بين رياك ماشار اللي هو
بيمثل المعارضة والحركة المتمردة في مواجهة الجيش الوطني الخاص بجنوب السودان بقيادة سلفا كير، على خلفية إن الدينكا هما مستحوذين على معظم الثروة والسلطة والمراكز والوظائف المختلفة، خلفية الصراع الأساسي فيما بين ماشار وكير، بينما محروم منها بعض القبائل الأخرى، منها النوير اللي هو منها رياك ماشار نفسه، النوير أو الشلوك أو الباري أو الزاندي إلى آخره. يعني في كلام حوالين هذا، كان في وان لابد في هذه الحوالة سوف تستمر الحروب وعمليات القتال، يعني الاف الناس اللي قتلت بهذا الشكل لا ذنب لهم، والناس اللي نزحت من اماكن مختلفه في الجنوب لا حوالي 4 ملايين شخص يعني تم تشريدهم، عدد كبير جدا طبعا، وقتل واغتصاب وبلاوي، يعني حاجة كبيرة جدا، مآسي طبعا، لا يجب أن تستمر. فالإيجاد بيضغط من جانب الدول الجوار الإقليمي لجنوب السودان كلها بتدفع في هذا الاتجاه، سواء إثيوبيا أو أوغندا، ما يورو موسوفيني كذلك السودان نفسها، وهي أهم دولة بالنسبة لجنوب السودان باعتبارهم كانوا دولة واحدة والمصالح بينهم كبيرة جدا، كذلك مصر بتدفع بأن لابد من تنفيذ الاتفاق اللي هم كانوا عاملينه في 2015، ثم يعني أكدوه في 2018 مرة تانية لما لم ينفذوه في الفترة السابقة. والنهاردة باللقاء اللي حصل في جوبا بين رياك ماشار وبين سلفا كير، وأنهم يعني عليهم ان هم اول حاجه انهم يشكلوا حكومه وحده وطنيه، وده يتم مثلا في شهر نوفمبر حسب اتفاقهم في 12 نوفمبر او كده، دي حاجه. حاجه ثانيه كمان ان القوات الميليشيات العسكريه اللي هي تابعه للمتمردين ولرياك ماشار وغيره انها تنضم الى الجيش وتبقى من سالم سلاحها، ده الاهم طبعا، اول حاجه نزع السلاح، وبعدين كمان تنضم إلى الجيش الوطني فتكون جزء منه، نعم. وتمثل يعني يمثلوا البلد ككل، بحيث لأنهم يعتبروا حتى كون أنهم ينضموا إلى الجيش فدي تعتبر وظيفة بالنسبة لهم، لها دخل ولها مرتب وهو جزء من ميزانية الدولة، وأنهم ما يكونوش محرومين من نصيبهم في داخل هذه البلاد وحاجات النظرية. نعم. إضافة لأنه يجب أن تتغير بعض القوانين، وفي اتفاق على تغيير بعض القوانين وحتى تغيير أعداد الولايات اللي موجودة في الجنوب، عددها كبير دلوقتي، بينادي رياك ماشار واللي وراه من الناس أنه يكون عدد هذه الولايات أقل من مما هو موجود دلوقتي، بحيث كل ولاية تكون يعني تمثل يعني جزء كبير ذات إمكانات اقتصادية وكذا وكذا، تمكن الناس الساكنين والقاطنين في المنطقة اللي هم موجودين فيها أن يكون لهم ميزانية خاصة ولهم اقتصاد وكذا، بدل من أن تكون ولايات مفتتة وصغيرة. نعم سيد جلدوت، يعني إذا ما تحدثنا بعيدا عن تصريحات القيادات وبعيدا عن الاتفاقيات التي وقعت، ما من شك أن الشعب الجنوب السوداني يعني عانى الأمرين طوال السنوات الماضية، وأنه يعني يود الاستقرار. هل هناك من مجال للعبث بهذا الاتفاق على مستوى القبائل نفسها، بمعنى أنه يحدث أي شيء، يعني أي اتفاق أكيد في طرف مستفيد من الفوضى أو من عدم تنفيذه، هل الشعب الجنوب السوداني الآن مؤهل إذا ما التزم القادة بالعيش في استقرار؟ أولا أريد بأن أقول بأن الضغوطات الخارجية بالنسبة للسلام داخل جنوب السودان ليس مؤثرة تماما، لكن الضغوطات الداخلية الموجودة اللي هي الضغوطات تاع شعب الجنوب السوداني هو الضغوطات المؤثرة للسلام والاتفاقية الذي يقوم عليه دلوقتي بتنفيذه سعادة الرئيس سلفا كير مجاديد والسيد دكتور رياك ماشار، لأنه الشعب الجنوبي في التمرد الأخير بالنسبة للدكتور رياك، الشعب الجنوبي حدث موت كثير،
فمات تقريبا كم مليون شخص وهم تعبانين. احنا اصلا تعبنا خلاص من الجري والفر والكر من داخل البلد الى خارج البلاد، وحتى ابناء جنوب السودان المستقرين داخل الدوله هم مش مبسوطين. فالضغوط التي حدثت للرئيس سلفا كير من داخل الدوله بما في الضغوطات الاقتصاديه والدوله الدهور كان والشعب تشرد من داخل البلد، هو ده العمل تأثير كبير بالنسبة لسعادة الرئيس سلفا كير، وحاول هو يتراجع من القرارات برقم أنه الحرب ضيع حاجات كثيرة جدا. وزي ما أنتم لاحظتوا في اللقاء بين دكتور رياكو والرئيس سلفا كير، اللقاء هو لقاء غير متوقع لكن أخيرا يعني التقوا بطريقة يعني ما كانش حد متخيله من أبناء جنوب السودان. في جوبا. في جوبا. التقوا في جوبا. أنا نفسي مش كنت متخيل بأنه يوما ما بأنه دكتور رياك سوف يعود إلى أرض الوطن ويقوم باستقباله، فقامت الرئيسة سلفا كير ما يرديت. حتى بعد توقيع اتفاق السلام؟ حتى بعد توقيع طبعا، لأنه الهروبات التي حدثت ضيعت كثير من أرواح أبناء جنوب السودان، وما زال هناك جروح في قلوب الشعب الجنوبي عامة في الذي حدث المجزرة التي حصل في 2016 و13 حتى الآن. قد ترك أوجاع داخل أبناء الشعب الجنوبي، وما زال الشعب الجنوبي حاليا هم خلاص يعني فترانين، فهم بيناشدوا بأنه لازم يتم توقيع اتفاقية السلام عشان يعيشوا هو هم في أمان واستقرار. يعني معنى ذلك أنه حتى الاحتقان ما بين القبائل أصبح الآن غير واردا؟ يا طبعا حاليا في شوية بين القبائل، زي ما أنت شفت في الاتفاقية كان في تقسيم الولايات. تقسيم الولايات دي من أهم حاجات، لازم يعود الولايات إلى 10 ولايات لأنه هو ساهم في توسيع القبلية طبعا. عندما تم تقسيم الولايات وزيادة عدد الولايات ساهم في تقسيم القبلية. مثلا إحنا كنا في شمال بحر غزال أويل، كان يعرف بأنه مدينة أويل الكبرى، عندما دخل تقسيم الولايات أصبح 3 ولايات، أويل الغربية والشرقية وأويل سنتا. طيب أنا حسيت بأنه في سلطة تانية قامت من داخل منطقة أويل، وأصبح في انشقاقات. يعني أنا حسيت بأنه أنا أصبحت عندي حدود مع أخويا الثاني من أويل، فده كان عمل انشقاقات وعمل مشاكل كثيرة جدا. صحيح. فبنتمنى إحنا كأبناء جنوب السودان بأن يعود الولايات إلى 10 ولايات كما كانت في الأول. حضرتك ذكرت مسألة تقسيم الولايات دكتور زكي، يعني إنها كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع، واتفق معك يعني السيد جال في حديثه أنه هذا الأمر زاد من الاحتقان ما بين القبائل. لكن هل مسألة الاحتقان الطائفي في رأيك بعد المعاناة التي رآها الجنوب السودانيون قد تختفي الآن؟ يعني هو طبعا بيشير الأستاذ سانتو دلوقتي، وهو طبعا رجل من جنوب السودان وشايف بنفسه ايه الظروف الموجودة في الواقع القبلي والواقع الحياتي في المجتمع السوداني، وهو بيشير الى نقطة ربما تكون غايبة عن البعض، ان الداخل السوداني نفسه بيدفع الى مسألة ان الناس تتفق، لان استمرار الوضع على هذه الشكلة معناها استمرار القتال واستمرار المعاناة واستمرار النزوع واستمرار تخلف البلدان وعدم قدرتها على أنها تقف على قدميها وأنها تعمل تخطيط للتنمية والتطور والتغيير اللي بتنشده أي بلد تريد أنها تتطور. يعني يعني أهم توصيف ذكره سيد سانتو أنه هناك حدود بينه وبين أخيه في الوطن كمان. كمان يعني ما انا بقول لك يعني يعني كن يعني هو لما جنوب السودان انفصل سنه 2011 من الاول، يعني من بدري كانت هناك وسائل مختلفه صنعتها بريطانيا لانها تعمل تفريق بين الجنوب والشمال، قضيه لا نريد ان ندخل في تفاصيلها وهي موجوده في تفصيلا في هذا الكتاب. كتاب لحضرتك حوالينا هذا الكلام. طيب وكان دايما الاتجاهات بين الشمال والجنوب على الوحده الوطنيه،
حتى المؤتمر اللي عقد سنة 1947 وبين الشمال وبين الجنوب، في الجنوب قرر ان يكون في يعني سودان موحد، في الكلام ده 1947. فبالتالي لكن الاتجاهات الجديدة خاصة مع مجيء الحكومات السودانية الوطنية بعد 1900 يعني قول 54 من إسماعيل الأزهري وما تلا ذلك، يعني جه بعد إسماعيل الأزهري جه حزب الأمة مسك فترة، وجه إبراهيم عبود لما حصل الانقلاب بتاع إبراهيم عبود إلى آخره، ولا جه جعفر نميري بعد الحكومة الوطنية اللي كان فيها الصادق المهدي. يعني الفترة كلها مع هذا ظلت منطقة الوسط في السودان، منطقة مثلث اللي جاي من عطبارة واخد معاها بور سودان ومدني والخرطوم والأبيض، هذه المنطقة مستحوذة على ثروة السودان ومستحوذة على التنمية، مستحوذة على البنية التحتية، المدارس، الجامعات، المؤسسات، بينما محروم منها المناطق المهمشة. وهذا هو السر في أن جنوب السودان كان يسعى للانفصال، وكذلك الفكرة بالنسبة لدارفور بنفس هذا السبب. لذلك مسألة وجود عدالة اجتماعية في توزيع الثروة خصوصا بالنسبة للسودان، وهو إمكاناته عظيمة لكنها غير مستغلة بالدرجة الكافية، هي اللي دفعت لهذه الاتجاهات الانفصالية. صحيح. طيب لك تعقيب سيد سانتو على هذه النقطة؟ هو طبعا انفصال جنوب السودان هو من وقت الاستعمار كانت مناطق مقفولة طبعا، وكان بريطانيا يسعى بأنه لازم جنوب السودان ينتمي إلى دول إست أفريقيا بدلا من شمال السودان، أوغندا وكينيا، لكن يعني ما زال الشعب الجنوبي هو المتمسك بأنه لازم هو يكون شعب واحد مع شعب الشمالي. عشان كده الرؤية بتاع بريطانيا فشلت وما قدر يحقق هو الأمنيات اللي هو كان بيتمناه، وما زال السودان كان سودان واحد من غير ما كان السودان الجنوبي يتبع لدول إست أفريقيا. نعم. طيب بس هلنا نتوقف لفاصل قصير. يعني هذه الزيارة كانت لها خصوصية شديدة، ليس في اجتماع رياك مشار وسالفا كير ميرديت في مكان واحد قدر ما كون هذا الاجتماع كان في جوبا. استطاع رياك مشار أن يصل إلى جوبا رغم المخاوف الأمنية التي كانت مسيطرة عليه طوال الفترة الماضية، بل وأكد في تصريحاته أنه سيقوم بزيارات كثيرة إلى جوبا خلال الفترة القادمة. نتوقف مع فاصل قصير حول هذا اللقاء الهام وهذه الزيارة التي قام بها مشار والتزام الطرفين بتنفيذ اتفاق السلام هذه المرة.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زلنا نتحدث عن مصير الأوضاع في جنوب السودان مع التزام رئيس البكير ميرداد وزعيم المعارضة رياك ماشار بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في 12 من شهر نوفمبر وفق اتفاق السلام. تنضم إلينا هاتفيا أستاذة أسماء الحسيني، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام والخبيرة في الشأن الأفريقي. مساء الخير أستاذة أسماء. مساء النور، أهلا وسهلا. إذا ما رصدنا أهم العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، بالتأكيد يأتي على رأسها عملية نزع السلاح، دمج جميع الفصائل المسلحة داخل الجيش الوطني الموحد. في رأيك يعني هذا الأمر الذي لم يتم تنفيذه في الماضي، الآن الأجواء مهلة داخليا وخارجيا مع الضغوط الموجودة لاستقرار الأوضاع في جنوب السودان لتنفيذه؟ نعم، أعتقد أنه هناك الآن حاجة ملحة من أجل المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. أكبر عقبة بالطبع، هناك عقبات كبيرة، دمج وتسريح دمج القوات وإعادة تأهيلها، وأيضا الاتفاق على كل القضايا العالقة المتعلقة بالحرب التي نشبت بين الطرفين، الرئيس الفكير ونائبه السابق، وأيضا الذي سيتولى موقع النائب في الأول في بموجب الاتفاق وزعيم المتمرد الدكتور رياك ماشار. الحرب اللي نشبت منذ 2013 نتج عنها أوضاع كارثية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية. معالجة هذه القضايا هي تحديات كبيرة، لكن أكبر تحدي هو أزمة الثقة التي نشأت بين الطرفين والتي كانت تقف عائق في وجه إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى. أعتقد أنه الآن هناك تطورات إيجابية تدفع باتجاه السلام في الجنوب، وأكبر تطور هو التطورات التي حدثت في السودان الذي كان جوبا والخرطوم في العهد السابق بينهم اتهامات متبادلة بشأن تسليح كل طرف لمعارضة الطرف الآخر ودعمها عسكريا، وبالتالي كان هناك صعوبة في التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي. الآن أعتقد أن الأجواء مهيئة في الخرطوم من أجل دفع عجلة السلام في الجنوب، مثلما يلعب الرئيس الفكير أيضا دور في دعم السلام في السودان. هناك أيضا المجتمع الدولي، ضغوط أيضا تتواصل على الطرفين، والأوضاع أيضا الشعب الجنوبي الآن هو يضغط هو الآخر من أجل المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، لأنه بدون سلام لن تكون هناك تنمية، لن يكون هناك تحسين لأوضاع المعيشية للمواطنين الجنوبيين. وبالتالي هناك تفاؤل كبير بأن يكون هناك دفع إيجابي باتجاه تشكيل الحكومة الشهر المقبل والمضي قدما في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام. أشكرك أستاذة أسماء الحسيني، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام الخبيرة في الشأن الأفريقي. سيد سانتوس جالدوت، إذا ما تحدثنا عن تشكيلة الحكومة المتوقعة أو ما يأمله الجنوب السودانيون في هذه الحكومة التي بالطبع متوقع أن تكون ممثلة لكل الأطراف الجنوب السودانية، هي الحكومة اللي احنا متوقعين هو هيعمل بالفعل الحكومة، بس ما زال هناك في عقبات أخرى أمام التشكيل نفسه؟ أمام التشكيل، لأنه هناك أطراف مسلحة موجودة برضو لن يتم انضمامهم إلى الاتفاقية، فإذا تم الاتفاقية حاليا هم هيعملوا زعزع من أول وآخر، لأنه أسباب تمردهم وأسباب ابتعادهم من البلد هم برضو نفس الإشكالية، عايزين السلطة. فعندما ننظر يعني تقصد أن هذه الأطراف التي تحمل السلاح تريد أن تكون ممثلة في هذه الحكومة؟ طبعا، يعني لن طبعًا يستطيعوا إرضاء الجميع أو لن يكون طبعًا الأمر بالسهل؟ طبعا مش بالسهل، لأنه إحنا حاليا ممكن يكون حلينا أكبر خلاف في جنوب السودان اللي هي خلاف بين دكتور رياك والحكومة اللي صحيح هو اللي يقوده الرئيس الفكير ميارديت، لكن ما زال هناك أطراف مسلحة أخرى موجودة داخل جنوب السودان، داخل أطراف الدولة موجودة مسلحة، وهم جاهزين بأنه يعملوا كل حاجة ويرتكبوا برضو نفس الجرائم الذي وقعت فيه جنوب السودان منذ أعوام الماضية. فإذا تم الاتفاقية فكله سوف يتكلم، مش هيسكتوا زي ما أنا مشاهد امبارح، هم كانوا عندهم مصفيني بيتفقوا مع بعض يعملوا جبهة تانية جديدة، جبهة مضادة جبهة مضادة، لأنه هم لم يتم انضمامهم إلى الاتفاقية، إنما هم برضه أصحاب مشكلة، عندهم مشكلة طلعوا من الدولة
بمشكلة. هل لديهم فقط رغبة في السلطة أم لديهم يعني حقوق من وجهة نظرهم يريدون أن يطالبوا بها؟ أعتقد هما لديهم حقوق ولديهم برضو وجهة نظر في السلطة، لأنه هما يطالبون حقوقهم، لازم هما يبقوا متواجدين داخل السلطة عشان يقدر ينفذوا ويمشوا برضو الأجندة اللي خلاهم هما يتمردوا ويبقوا ضد الحكومة. فده أنا بشوف إنه ده حاجة موجودة، وهم حاليا موجودين وهم متابعين الاتفاقية اللي بيحصل حاليا، وبعد ما يتم تشكيل الإدارة الجديدة الحكومة الجديدة في الشهر المقبل إن شاء الله، إذا توفقوا وإذا وصلوا للنهاية الاتفاقية وتم تشكيل الإدارة، أنا بشوف إنه من المفروض قبل تشكيل الحكومة يحاولوا برضو يقعدوا مع بعض الأطراف المسلحة ويتم ضمهم برضو على الاتفاقية، عشان إحنا نحس بأنه بلدنا هيمشي بأمان. يعني هذه ترتيبات أمنية تراها ضرورية قبل تشكيلة الحكومة في 12 من نوفمبر. طبعا. طيب دكتور زكي، يعني هناك ملاحظة نود التعقيب عليها أو تحليلها. السيد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي في السودان كان حريصا على مرافقة مشار في هذه الرحلة، وخلال أيضا عودته إلى الخرطوم في أعقاب لقاء سلفا كير، كيف ترى هذا المشهد؟ أكيد السودان مهتم بتحقيق الاستقرار في جنوب السودان. أعتقد أنه هو يعني التعجب في أن يعني أنه يلتقي رياك مشار مع سلفا كير اللي أنت كنت غير متوقعه، وكثيرين أيضا في جنوب السودان غير متوقعين له، خصوصا بعد احداث القتل الفظيعه اللي جرت على اشكالها. ان اللي فسر يعني الحكايه ديت هو ان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد يعني اصطحب معاه رياك مشار وهو ذاهب، لانه منطقيا هم ذاهبين لكي يتفقوا مع الجبهه الثوريه اللي مكونة من العدل المساواة وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية إلى آخره، هيتفقوا على هذا الكلام فين؟ في جوبا. فكيف يتفقوا؟ ثم قلنا هناك خلافات ما بين رئيس جمهورية جنوب السودان وما رياك مشار، أمر طبيعي، يجب هم الناس بتتفقوا، يجب أن نتفق أيضا طبعا. ويبدو أن هذا اتجاه سوداني عام، ناس كمان ناس طبيعتهم فيها طيبة وفيها تسامح إلى يعني حد كبير. تقصد أنه هذه رسالة كما استقرت الأوضاع في السودان وحدث الاتفاق وتشكيل المجلس السيادي، أن يتم الاتفاق في جوبا على نفس أيضا في جنوب السودان بنفس الطريقة، لأن حتى سلفا كير نفسه كان متعاطف ومع الأحداث اللي حصلت في الشمال، وهو وقف كان موجود في حتى في الاتفاق الرئيسي اللي جرى في الخرطوم كان هو موجود، فأمر طبيعي ان هم يدفعوا الى ان نتفق جميعا، لا يجب ان تظل الامور بهذا الشكل والحروب دائره في جنوب السودان. والحقيقه على فكره ان مساله انفصال جنوب السودان اضرت كل الضرر بالبلدين، اضر بالسودان واضر بجنوب السودان. بس هذا سؤال، هل يعني يجب أن يطرح الآن بعد الانفصال؟ يعني ترى من واقع دراستك وخبراتك بهذا الملف أن الانفصال أضار بالبلدين، لكن بالجانبين، لكن الواقع أنهم بلدان منفصلان الآن. تمام. يعني هو يجب أن احنا نحلل هذا الكلام حتى لا يقع الناس في انفصالات أخرى. هذه تجارب سيئة لا يجب أن تتكرر. طيب تعقيبك على هذه النقطة. تعقيبي بأنه الانفصال بتاع جنوب السودان هو في ضرر، بس نسبة الإيجابيات هو الأكثر من السلبيات الموجودة في الانفصال. من وجهة نظر الجنوبيين، لأنه الإنسان لازم يحس بأنه هو حر في وطنه وهو مش مغيط بأي شيء. أولا لما كنا كجنوب السودان والسودان كله في وطن واحدة، في تحميش كبيرة جدا حاصلة عند حكومة شمال السودان، بغض النظر ليس من الشعب الشمالي لكن كان من الحكومات الحاكمة. فحاليا عندما تم انفصال جنوب السودان، الجنوبيين أصبحوا أحرار في حاجات هم ما كانوا قادرين يوصلوا ليهم، هم قدروا يوصلوا وما زالوا تحت حكم بتاع أي حد. ففي إيجابيات لكن في سلبيات. السلبي هو بعد ما تمينا الانفصال وانفصلنا أصبحنا في صراعات قبلية داخلية،
موجودة. هو ده المشكلة الأكبر حاليا في جنوب السودان. لذلك إنما الانفصال كان الانفصال هو إيجابي. طرح هذا التساؤل الآن. الواقع يقول أن أصبح هناك السودان وجنوب السودان. لذلك كان يعني فكرة طرح هذه المشكلة وهذه المعضلة ربما يكون ليس من المناسبة قدر ما هو المناسب طرح كيف يصل الجنوب السودانيون إلى تحقيق الاستقرار. توقعاتك للاتفاق هذه المرة ترى مختلفا عن الاتفاقات السابقة ختاما؟ هو توقعاتي في الاتفاقية الأخير حاليا زي ما أنا ذكرت بأنه إحنا تعبنا من الحرب. وأنا حاسس بأنه الرئيس سلفا كير مياردين أيضا هو تعب من الضغوطات الداخلية والخارجية. لأنه اسم جنوب السودان أصبح في العالم كل شيء يتحدث عن جنوب السودان والحروبات. فكلهم تعبوا وصلوا لليأس خلاص. فالاتفاقية هيبقى مظبوط. بس أنا رأيي بوصي بأنه قبل ما يتم تشكيل الحكومة لازم يندهوا لأطراف المنازع الثانية الموجودة داخل جنوب السودان ليتم ضمهم على الاتفاقية. عشان عندما يتم الاتفاقية ويتم تشكيل حكومة جديدة لا تحدث أي فوضى ولا أي مشاكل تاني. تعقيبك الأخير هذا الاتفاق هذه المرة هو أن يعني يجب أن هناك اختلاف جنوب السودان يجب أن يدخل في بعد هذا الاتفاق وتشكيل حكومة وطنية والاتفاق على تغيير قوانين معينة وتغيير يعني أعداد الولايات إلى آخر ذلك لمن يدخلوا في عملية التنمية الواسعة النطاق في مجال الزراعة في مشروعات مياه خبالك في إقامة طرق ومواصلات في بنية تحتية على كافة أشكالها في توليد كهرباء. يعني يجب أن تدخل البلاد في مثل هذه التنمية لأن التنمية هي هتعود على الجميع وبالتالي يبقى توزيع للغنى وليس توزيع للفقر. وهذا الأمر يتطلب استقرار أمني بكل تأكيد. بشكركم شكرا جزيلا دكتور زكي البحيري أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة المنصورة الأستاذ سانتو جالدوت الإعلامي والمحلل السياسي من جنوب السودان. شكرا لتشريفكم لنا في أفريقيا وأشكركم مشاهدين على المتابعة ونلقاكم الأسبوع القادم وقضايا أفريقية جديدة. إلى اللقاء.